كلاكات تاني مرة. الفيديو ده اتسجل قبل كده وبنعيد نشره تاني لان كان في مشكلة في الصوت. احنا كنا بنعزل من الاستوديو القديم للاستوديو الجديد فكان في مشكلة في عزل الصوت وكان طالع شوية بصدى صوت. بعد تعليقاتكم ان الصوت مش واضح مسحناه وهنعيد تصويره تاني النهاردة. واللي اتفرج على الفيديو اللي اتمسح فيه شوية تعديلات حصلت في السكريبت ده. في فيديو موسوليني وهو اخر فيديو في سلسلة الحرب العالمية الثانية ذكرنا ان احنا هنتكلم عن اذا كان هتلر يسار ولا يمين. لكن بعد ما كتبنا السكريبت اكتشفنا انه القصة طويلة وفي حاجات كتيرة ما اتحكتش فقررنا ان احنا هنتكلم عن حاجات وبعد كده هنجمع النقاط. في الفيديو ده هنتكلم عن رجال هتلر. ليه بقى؟ لانه هم كانوا اصحاب قرار سواء في الاحداث اللي حصلت في المانيا الاحداث الداخلية وكمان في الحرب العالمية التانية. فاحنا بنحكي تاريخ المانيا لازم نكون عارفين كل واحد عمل ايه ولما نقول اسمائهم نكون حافظينهم كويس جدا. واحنا بنقدمهم هنحدد اذا كان كل واحد فيهم يمين ولا يسار. وانتم اللي هتحددوا الموقف اذا كان هتلر بالتوعية يمين ولا يسار. وفي اخر الفيديو هنحل اللغز. ومع حل اللغز في اخر الفيديو هنقول شوية كتب كده ممكن تقروها دي غير المصادر للي عايز بقى في بحث رسالة ماجستير او دكتوراه. في شوية كتب عن تاريخ ألمانيا في غاية الأهمية للي عايز يقرأ أكتر. وزي كل مرة تعالوا نحكي الحكاية. ذكرنا بعض الشخصيات اللي كانت في فيديوهات هتلر القديمة من ضمنهم دراكسلر اللي كان رئيس حزب العمال. بعد ترشح هتلر لرئاسة الحزب دراكسلر بيختفي خالص وما بيبقاش معنا في الأحداث. اما عن ايكارت ابو هتلر الروحي شويه هيختفي عن الانظار، يعني هو هيموت معانا يا في الفيديو ده يا في الفيديو اللي بعده لانه صحته هتتدهور افكاره هتبقى رتيبه هيكبر في السن هيتقل في الشرب فهتلر هيبتدي شويه يعني يتضايق منه يعني انه ما عادش له لازمة فمش هنجيب سيرته في الأحداث اللي جاية. اللي بعده رودولف هيس ذكرناه وحكينا عنه وهو الرجل التاني ودراع هتلر اليمين وده هيفضل مستمر معانا إلى أحداث الحرب. أول شخصية جديدة في الفيديو ده هو إرنست رام. رام هو رجل جيش تقيل جدا رتبته عالية له معارف وعلاقات ولو هنشبهه بحد هيكون موسوليني الشخصية العسكرية العنيفة اللي بيتضايق منه بيضربه أو بيقتله كانوا مسمينه ماشين جون كينج. كانت رتبته أعلى من هتلر ففي شيء من الندية وشوية يعني هيبتدي يهدد هتلر نفسيا لكن كان بيلعب دور مهم جدا في الحزب لأنه كون فرقة خاصة ميليشيا للحزب اسمها شتوما أبتايلونج اختصارها الاس اي. تذكروا في الفيديوهات اللي قبل كده اتكلمنا عن مجموعة اسمها الفري كوربس دي كانت فرقة مستقلة كانت بتحاول تسيطر على الشوارع لما كانوا الثوار عاملين هرج وبيكسروا وبيعملوا وبيسيطروا على اليساريين وهم كانوا فرقة قومية. كتير من الفري كوربس مجندين من الجيش وشاركوا في الحرب العالمية الاولى ومن الفري كوربس بدأوا يكونوا جنود في الاس اي. والاس اي ليهم اسم تاني هما القمصان البني على غرار الكاميتشينيري القمصان السوداء بتاعت الحزب الفاشي بتاعت موسوليني. ليه بني؟ لانه لبس الجيش كان ساعتها كاكي او بني وما كانش ساعتها عندهم رفاهيه ان هما يعملوا يونيفورم يعني او يغيروا الزي بتاعهم فاخدوا لبس الجيش وغيروا فيه شويه وبقوا القمصان البني. الاس اي هتبقى فرقه قويه جدا بالالافات ومع ذلك كانت مشكلتها ان هما بتوع حرب عصابات شويه يعني اللي بيضايقهم او معادي الحزب النازي او كده بينزلوا يضربوه بالظبط زي القمصان السوداء بتاعت موسوليني. اما الشخصية التانية هو جيرينج. جيرينج طيار حربي له وضعه كاريزماتيك جدا علاقات بالمجتمع الارستقراطي كان المفروض يعني انه يهدد هتلر شوية لكن هتلر كان عنده نظرة مستقبلية لان جيرينج هيساعد الحزب بشكل قوي وكمان هيوصل هتلر ان هو يكون مستشار هيوصله للسلطة. رغم ان جيرينج بعد ما قابل هتلر يعني وانضم الحزب النازي كان محسسهم يعني انه توليكوا الشرف ان انا هنضم لكم لكن كان الحزب بيقدم له خدمة لان جيرينج لما جه من ارض المعركة وكان ماشي بالزي العسكري مفروض كان مستني يعني انه الناس يعني تحترمه وتوجه له تحية كونه بطل حرب لكن على عكس ده اليساريين مسكوه ضربوه في الشارع ضرب مبرح فالحزب بالنسبة له كان مهم جدا لانه هيديله اليد العليا في ان هو يرجع في قوة وياخد طاره اللي حصل له والضرب اللي اخده لما رجع من ارض المعركة. وجيرينج هيكون له برضو يد في الاس اي يعني رام وجيرينج هما بيسيطروا على الاس اي. طبعا الاس اي هتبقى اولوفات فهيبقى ليها كذا قائد لكن في بدايتها كده الموضوع كان ما بين
جورينج ورام. أثناء متابعة رام للأس إيه وتدريبه لهم جاله استدعى من الجيش. خير إيه اللي حصل؟ قالوا له ما ينفعش أبدا ممارستك للعمل السياسي في اليمين المتطرف، يا تركز في الجيش وحياة الجيش يا تروح بقى الحزب النازي بتاعك ده وتشوف حالك وتشوف الميليشيا اللي انت بتمرنها. يعني رام يميني متطرف. نضيف له بقى انه دراكسلر يمين متطرف، إيكارت يمين متطرف، جورينج يمين متطرف. رام ساعتها ما كانش ينفع يخسر وظيفته في الجيش لانه يعني عامله له سلطه وبوزيشن وعلاقات هنا وهنا، فما كانش ينفع خالص ان هو يسيب الجيش ويتفرغ للحزب لانه ساعتها الحزب كان لسه صغير. فاضطر رام يضم رجل من اهم رجال هتلر في المرحله القادمه، رجل اسمه هنريك هيملر. ولو حبينا نلخص فيلم رعب في بني ادم هيكون هيملر. وهيملر هو كمان يمين متطرف وعنده انحياز مبالغ فيه للعرق الآري، يعني هو وهتلر وجهان لعملة واحدة. السبب في تطرف هيملر نحو العرق الآري هو أبوه، هو اللي زرع جواه الأفكار دي. ولكن لاحظ انه في تطرف يعني بالزيادة، فحاول ان هو يعدل المسار ويخلي هيملر يدخل كلية زراعة ويبعد خالص عن الحياة العسكرية، لكن كان التطرف اخد بقى سكته مع هيملر بزيادة. وكان في الحرب العالمية الاولى هيملر مش المانيا اللي هي في حرب ومعركة وناس هتكسب وتخسر، لا هو كان بالنسبة له مين بيدخل في معركة مع العرق الآري السامي، يعني مين بيتجرأ يعمل كده. فراح تطوع في الحرب ولكن قالوا له ان انت تحت السن، روح وارجع لنا تاني. فلما رجع لهم كانت الحرب خلصت، وفي مصادر تانية بيقولوا لا ما كانتش خلصت، هو كان نظره ضعيف. فهيملر اخد قوي بقى في نفسه لما المانيا خسرت ومعاهدة فيرساي اشترطت على المانيا بشروط قاسية جدا. انضمام هيملر ما كانش شاب صغير وبيمارس عمل سياسي وهينضم لا 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 لا، هو كان ثأر في غضب انه في حد جه قوي على العرق الآري، ففي انتقام بقى هيحصل بشكل معين. انضم له وهو عنده 23 سنة. هيملر من مواليد 1900، انضم له في اغسطس 1923 وكان رقم عضويته 14303. محتاجين ان احنا نقول انه هيملر يمين متطرف، ما هو اللي بيبقى عنده قومية للعرق بتاعه ده بيكون يمين متطرف جدا، زي بالظبط موسوليني. وصفنا ميليشيا الاس اي بان هما جيش مستقل، يعني بيتعامل في الشارع بقى مع اليساريين واي حد مضايق هتلر، خصوصا الشيوعيين طبعا واليهود، بينزل يجري ورا الناس في الشارع والموضوع بيبقى واضح، يعني مش متخفين. في ميليشيا تانية سرية اسمها الاس اس. الاس اس بتقوم بعملين، اول حاجة هما حراسات لهتلر لحمايته، تاني حاجة هما بوليس سري جستابو. في مصادر كتير بتقول انه هيملر هو اللي عمل الاس اس، لكن بعد بحث شوية بدقة طلع انه هتلر هو اللي عمل الاس اس، والدليل على ده انه في ناس رأست الاس اس قبل هيملر، من ضمنهم واحد اسمه يوليوس شراك. شراك من كتر ولائه لهتلر وحبه الغير مشروط لهتلر راح جاب شنب مستعار نفس مقاس شنب هتلر ولزقه علشان يبقى شبه هتلر بالظبط. بعد شراك هيبقى فيه ثلاثة، هما يعني هيبقوا أربعة تقريبا رؤساء للأس أس، بعد كده يجي هيملر. هيملر تولى رئاسة الأس أس كان عنده 29 سنة. هيملر في غاية الأهمية لأنه هو هيكون الرجل الثاني بعد هتلر، خصوصا مع أحداث الحرب. مفروض أنه الكلام ده بينطبق على رادولف هس، لكن هيملر هياخد مكانه بالظبط، بيؤمن بأفكار هتلر، وكمان هو مش حد عادي، هو شخص ذكي جدا معقد بينفذ التعليمات. هتلر بالنسبة له هو ابنه المدلل، يعني العلاقة ما بينهم كانت وطيدة جدا، وكان هتلر بيعتمد عليه في حياة كتيرة قوي. بالمناسبة في ناس بتقول ان الهوكوست حصل او ما حصلش، دي حاجة هنناقشها فيما بعد في حلقة منفصلة، وهنقارن بقى ونعمل كده مناظرة ما بين الناس اللي ايدت وعرضت وقالت لا ما حصل، يعني هنعمل فيديو مخصوص عن الهولوكوست عشان نحل الازمة دي. فخلينا في الموضوع دلوقتي انه هيملر هو المسؤول الاساسي للهولوكوست. اما عن اضافة هيملر للاس اس فخلوهم مختلفين تماما، خلوهم كلهم اريين متنقين على الفرازة خط سير واحد، مش زي الاس اي. الاس اي كانوا بالنسبة له اوباش بتوع حرب عصابات، حاجة يعني مش على قد المستوى اللي هو شغال عليه. الاس اس
فيتشرز اريين 1,000,000%. وهل الاريين ليهم ملامح؟ يعني واحد كده ماشي في الشارع نقدر نقول اه اللي هناك ده اري؟ ايوه، العرق الاري لازم يكون عينيهم زرقاء وشقر طبعا. وبالمناسبه هتلر كانت عينه زرقاء بس ما كانتش بتبان قوي، كانت ازرق غامق بس كانت عينه زرقاء يعني. وعظم الخد لازم يكون بارز والدقن بارزه، فالوش بيبقى مربع شويه وطويل، والجزء السفلي من الجسم بيبقى اطول من الجزء العلوي. وصل الهوس بتمييز العرق الاري بتاعهم ده بان هم كانوا في صور الهولوكوست كانوا بيقفوا يقيسوا الوش عامل ازاي وحجم المناخير وحجم يعني من كتر ما هو هيملر عنده هوس ويميز ويصطفي دول من دول وانه ده اري وده لا وكده. فالاس اس كانت على هذا النهج، يعني بينقيهم واحد واحد مش بيفوت واحد كده يبقى نص قاري ولا كلهم قاريين اصلي. وقلنا بقى انه الاس اي بالنسبه لهيملر يعني او بيش لبسهم بمنظرهم وهيئتهم دي مش مستوى خالص يعني، فاكيد الاس اس هيكونوا منمقين ولابسين زي محترم قوي معمول لهم مخصوص. كان زي الاس اس عباره عن اسود في اسود والبوت اسود وشاره الحزب النازي السواستيكا في الدراع، وعلى الكاب حاجه اسمها التوتنكامف عباره عن جمجمة بعضمتين، ودي مش للتهديد النفسي ده قرار يعني اللي هيجي جنبنا هنموته مفيش هزار. وزيادة في الشياكة مش اي حد هيعمل ازاي يعني، دول الاس اس اريين مينفعش يعني مش اي حد كده. جاب لهم عضو الحزب النازي هو اللي يعمل لهم الديزاين ويخيط لهم البدل بدقة شديدة واخر شياكة. مين ده؟ عضو الحزب النازي هوجو باس. هيملر فكر بقى في تفكير بقى يعني عايز يخدم هتلر بقى وحسس ان هو بيعمل شغل، فطلع حاجة اسمها الاس دي وعين واحد اسمه هايدريك لرئاسة الاس دي. لو الاس اس كارثة فالاس دي كارثة اكبر منها بكتير. الاس اس يعني شغالة برة كده اعداء الحزب النازي الشعب يعني تجسس وبوليس سري، لكن الاس دي تجسس على اعضاء الحزب النازي بقى من جوه. هايدريك هيقدم تقارير لهيملر وهيملر هيقدمها لهتلر، وفي وقت من الاوقات جيرينج هيتحد مع هيملر للتخلص من بعض الاعضاء اللي عاملين لهم تهديد نفسي وهيقنعوا هتلر بده. وهتلر اصلا برضو كان يعني في ناس كده كان مهدد نفسيا او حاسس ان هم هينقلبوا عليه هيخدعوه بتاع، ففي اعضاء من الحزب النازي هيتم التخلص منهم وقتلهم. الشخصيه اللي بعدها هو شخص مهم جدا اسمه جوزيف جوبلز. جوبلز كان رجل متفقه في اللغة، دارس فيلولوجي، عارف يستخدم التون والكلام اللي بيأثر في الناس لأنه دارس الخطابات القديمة التاريخية للساسة قدامه شخصيات تاريخية. هتلر عنده فن الخطابة ده موهبة من عند ربنا كده، إنما جوبلز دارس فقادر كويس قوي يؤثر في العامة. لما هتلر هيتسجن بعد الانقلاب، طبعا هنحكي الكلام ده، اللي ناب عنه في الفترة دي هو جوبلز، فكان مقرب قوي بالنسبة لهتلر وشاله طبعا الجميل. وكان برضو جوبلز بيحرر جريدة تابعة للحزب بتحث على القومية الألمانية والانتماء للعرق الآري و و و. فطبعا بعد كده يعني راجل عمل مجهود كبير قوي، فأقل مكافأة ليه ان هو يتولى وزارة الإعلام، هي وزارة البروباغندا. وانتوا بتقروا هتلاقوا رادف هيس دراع هتلر اليمين تمام، وبعدين شوية كده وهتلاقوا جورينج دراع هتلر اليمين تمام، وبعدين هيملر دراع هتلر اليمين ورجل التاني فتمام جدا، وبعدين جوبلز دراع هتلر. فانتوا مش فاهمين يعني هو ايه يا هتلر، انت اخطبوط ولا ايه؟ كان دراع يمين بتاع هتلر يعني، انما كل واحد كان بيلعب دور مهم في الاحداث، ومش قادرة اوصف يعني مين فيهم دراع اليمين، بس دي رجال مهمة جدا. ندخل بقى عن شخصيات مهمة بس ما فيش حد فيهم دراع هتلر يمين خالص. الاخوان شتراسر جريجور واوتو. في الموضوع اللي يخص اذا كان هتلر يمين ولا يسار، رغم يعني انه رجال هتلر كلهم يمين متطرف، الا ان جريجور واوتو هما اللي بيكشفوا الستار عن ميول هتلر، وخصوصا في مذكرات اوتو حكى مواقف بتبين كويس قوي ميول هتلر بشكل واضح. الاخين شاركوا في الحرب العالمية الاولى وكانوا بينتموا الى اسرة من الطبقة المتوسطة، واتأثروا كتير بثورة البلاشفة والاشتراكية والحركات اليسارية طبعا الا الشيوعية، لان بعد الحرب اوتو شارك في الفري كوربس علشان يخمدوا الحركات الشيوعية بتاعت كارل ليبكنشت وروزا لوكسمبورغ. كان هو في الفري كوربس، وبعدين هو وجريجور انضموا للاس اي. وفي 1920 حرروا جريده اشتراكيه يساريه اسمها برلين اخبايتت سايتون. فبالتالي لما يلاقوا حزب العمال الاشتراكي
الحاجة اللي هم مهتمين بيها أكيد هينضموا لهم وهيشجعوا قوي الحزب. وبعد الانقلاب اللي الحزب النازي هيعمله على حكومة الفايمر إن شاء الله هنحكي عليه في الفيديو اللي جاي، هتلر هيتسجن، فاللي هينوب عنه في رئاسة الحزب هو غريغور شتراسه، وهيكون المساعد بتاعه هنريك هيملر، مما يعني إنه غريغور شخصية مؤثرة جدا وصاحب قرار، وأعضاء الحزب كانوا بيسمعوا كلامه أو يعني سد مكان هتلر في وقت من الأوقات. الموضوع بقى اللي بيثبت إذا كان هتلر من اليسار أو اليمين موضوع غريغور ده في المذكرات والكتب على رجال هتلر. غريغور كان بيقف قصاد هتلر بالند لما هتلر بيقف في أي اجتماع يقول أفكاره أو الخطط والحاجات اللي مفروض أعضاء الحزب يتبنوها يعني أو الخطوات اللي ياخدوها، فغريغور بيقوم يقول له لأ دي مش أفكار اشتراكية، أنت بتعمل إيه، ده مش يسارية ووا. فهتلر كان بيعمل نفسه مش سامعك، من المتحدث، اين انت، انا لا اراك، يقول له طب انت اقعد دلوقتي وهنتكلم بعدين وهو الى اخره، لحد ما اوتو وغريغور فاض بيهم بقى طفح الكيل اللي هو لا انت افكارك مش اشتراكية، انت بتعمل ايه، احنا مش مفروض نبقى ضد حد ولا ضد السامية ولا ضد اليهود ولا في تمييز و و و، احنا مفروض الناس بتتحد، وبدأوا يعني يتكلموا في افكار الاشتراكية اللي هتلر مش متبنيها. نيجي هنا نسأل سؤال مهم، طب هو اسمه عمال اشتراكي، ايه بقى اللي بيحصل ده وليه هيدخلوا في صراعات غريغور وأوتو مع هتلر؟ اما اتكلمنا في الحرب العالمية الاولى قلنا انه حركات العمالية بدأت تقوى في الحرب العالمية الاولى والناس تتحد مع بعض. هتلر في الوقت ده كان عايز يجمع قوة بحيث ان هو يطلع بيها وتشجعه ويكون له ثبات وجود على الارض، فراح للجانب اليساري الاشتراكي للعمال، يعني هو بيجمع الناس، ومن هنا قال لهم انا اشتراكي يساري لكن الافكار بتاعته كانت يمين بحت. طيب ما فيش حد يعني هيقف قدامه، هو بس غريغور وقطه يعني اللي وقفوا قدامه. للأسف الشديد الظروف بعد الحرب العالمية الاولى كانت صعبة جدا، الناس مش لاقية تاكل وبطالة وحال الاقتصادي واقع، فهتلر كان وعوده للناس في الوقت ده ان انا هوفر لكم الوظيفة والاكل وهحسن الاقتصاد و والناس مش لاقية تاكل، فانا لو شخص يعني محتاج اكل انا مش هقف بقى اقول الافكار كذا ولا كذا ولا كذا، انا هبقى عايزة اللي ينقذني ويحسنني الحالة الاقتصادية اللي انا فيها. انما غريغور بما انه قاعد مطلع في الاجتماعات وقادر يميز ما بين ده فكر يسار ولا لا، لا ده يمين متطرف، فكان بيتعارك مع هتلر وبيخبطوا في بعض. اوتو بقى غضب جدا من هتلر وافكار هتلر وهينفصل يعمل حزب لوحده اسمه شفاتس فرونت او بلاك فرونت، الجبهة السوداء. هو بقى عاش في دور لينين كده لما انقسم وعمل البولشيفي، فاوتو عمل نفس الحركة، وغريغور فضل قاعد في ارابيز هتلر اللي هو لا دي مش افكار اشتراكية انت بتعمل ايه. في وقت معين هتلر لما يصعد بقى الى الحكم ويبقى في السلطة هيبتدي بقى يفوق لاي حد كان عامله صداع بيهدده، لان غريغور هتلر كان بيغير منه كتير لانه له شعبية وله سلطة وقادر ان هو يتكلم مع ناس ويسحب البساط من تحت هتلر، فهتلر بقى يبتدي يفوق، فغريغور يعني هيتحول من انسان حي الى المرحوم، وأوتو هيبقى عارف اللي هيحصله فهيهرب على براغ. طبعا واحنا ماشيين في رجال تانية هتظهر، بس دول كانوا الاساسيين لانه الاحداث ان شاء الله اللي جاية احنا نتكلم في الفيديو اللي جاي عن التضخم واحتلال فرنسا وبلجيكا لألمانيا وبعد وتدخل امريكا طبعا في حل الازمة وبعد كده الانقلاب، فهنقول اسامي لازم نكون عارفين مين عمل ايه. هنقف هنا والمصادر هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس على اليوتيوب او في كومنت على الفيسبوك. دلوقتي هنقول اسامي الكتب للي حابب يقرا اكتر في المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها. اول كتاب هتلر اند اي بتاع اوتو شتراسه بيحكي فيه عن المواقف اللي تعرض لها هو وغريغور أخوه أنا وهتلر. تاني كتاب جوبلز دايريز مذكرات جوبلز، هو ما كتبش مذكرات، هي كتابات متجمعة. تالت كتاب جوزيف جوبلز لايف اند ديث، ده لكاتب اسمه توبي ثيكر. توبي ثيكر مهم جدا وله أكتر من عمل وثائقي بيتكلم عن تاريخ ألمانيا، اللي حابب يقرأ برضو في كتب لي تانية اسمها The End of the Third Reich و دكتور جوزيف جوبلز هتلرز رايت هاند مان. سادس كتاب هتلر ذا بون للكاتب رودولف أولدن. سابع كتاب ماين كامف كتاب هتلر، لو سمحتوا محبي هتلر ارجوكوا اقروا الكتاب لان احيانا بيقولوا لنا الكلام ده مش بتاع هتلر، انتوا بتجيبوا الكلام ده جايبينه من كتاب هتلر،
اوكي، فيعني كتاب هتلر مهم ان هو يتقري. تامن كتاب The Speeches of Adolf Hitler، خطابات ادولف هتلر من 1921 ل 1941. اللي بعده هتلرز Last Witness، Last Memoirs of Hitler's Bodyguard لغوغوس مش، ده مذكرات الحارس الخاص بتاع هتلر، مهم جدا جدا. والاهم منه I Was Hitler's Chauffeur، The Memoir of إريك كيمكا. كيمكا مهم جدا 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 لأنه كان السائق بتاع أدولف هتلر، وكان بيظهر معاه طول الوقت في صور هتلر بيبقى قاعد جنبه في المرسيدس السوداء، وكان بيقود الموكب بتاع هتلر، وكان من ضمن الناس المسؤولة عن حرق جثة هتلر وإيفا براون. ف كيمكا مهم، وسواء غوغوس او كيمكا الاثنين يعني مش سائق وحارس، مش ناس عادية، دول ضباط اس اس ومعهم اوسمة ورتب، يعني فناس في غاية الاهمية، والمواقف اللي حكوها وبيشهدوا عليها مهمة جدا. اللي بعده كتب، حوالي 60 كتاب كاتب مهم جدا جدا اسمه لويس ليو سنايدر، عمله عن ألمانيا وتاريخ ألمانيا وهتلر. من ضمن الكتب من 60 كتاب ده سايكلوبيديا على الرخ الثالث وهتلريزم The Iron Fist in Germany، الهتلرية القبضة الحديدية في ألمانيا. مهم جدا 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 سنايدر ده، وبيبقى مصادر في أبحاث تقيلة يعني. بس كده هنقف هنا، وزي ما قلنا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هيبقى احتلال ألمانيا والتضخم والانقلاب اللي الحزب النازي هيعمله على حكومة الفايمر. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب يوتيوب شانل ولايك الفيسبوك بيج. شوفكم الفيديو الجاي، تحياتي.